وجهت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم التهنئة للطفل عبد الرحمن ماهر البالغ من العمر 11 عاما بعد حصوله على جائزة المركز الثاني عالميا من نادي القصة بدولة الصين من بين 30 دولة شاركت في المسابقة، وتم تخصيص فعاليات هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا المستجد. قالت الوزيرة إن مصر تزخر بالمواهب الواعدة القادرة على حفظ المكانة الرائدة للوطن إقليميا وعالميا.